السلام عليكم، مرحبا متتابعي قناة ام اش بي عشاق الطرقات والجبال. اليوم غنقترح عليكم واحد الطريق جبلية سبيسيال. علاش؟ لانها اطول طريق جبلية تحت طريق الاطلس الكبير، تقريبا المسافة ديال 350 كيلومتر، يعني تقريبا 12 ساعة وانت في الطريق جبلية كاملة التواءات وداكشي. كذلك هي طريق تعد اكثر ارتفاعا في المغرب. علاش؟ لان فيها بعض النقاط كتفوق العلو ديالها على الطريق 3000 متر. وهذا الطريق هذه كتبدا من عين اسدون بيبي بلال حتى كتوصل لوكزازات. نخليكم مع الفيديو وفرجه ممتعه للجميع وشكرا.